كله بنفذ هو. اليوم رح نشتري الشوادر المشترى، الشوادر بطلبوا منها 4500 ليرة. هاي فيها أربع أخوة درويش. شرف. بدنا نقعد غرفة هاي بفرجيك أغراض شلون مستتين بالبالة. جبنا خد البلوكيات مش حادة، فكيناه من حيط إنسان بيته مهبيت قال تعال فك البلوكوت. صمدنا البلوكوت وهذا زي ما هو مرتب البحر من امبارح. قصدنا أهل الخير، قصدنا الطيبين لحياة المدينة دي. بدنا لوحده على مستوى هاي الحديدة اليوم بهذيك الحسبة اليوم. شوادر ما يملكي الواحد وده تفرج عليها كلها مسقرة. انت شو اشلال الوضع اللي بدك تعيشه هلا؟ كم ولد عندك بدك تقعد بها الغرفة؟ خمسة ولد بها الغرفة وما في شيء. لو في مادة ما يزعلون، لو في حدا يساعد ما بطلوب، لو في والله ولا خالص. شفت عينك يعني ما بدي اثنين يحسوا فيها. طيب فرجيت البلوك يعني بدي برا هون بطبخ انا هون. ايه بدي هاي الغرفه تتضبط مشان اطبخ برا، يعني يصير الطبخ كله برا. عندها بنت عاجزه وعندها ولد كمان. عندي بنت عاجزه وهذا مرضان. طب يلا بلوكتين منيح.